ايه اخبار الشغل يا باشمهندس؟ تمام يا محمود بيه. طب انا ماشي، ما تنساش يا مصطفى تبقى تنسخ الحاجات اللي قلت لك عليها. طبعا طبعا. عن اذنك يا محمود بيه. بالنسبه لي يعني الشغل حضرتك زي ما حضرتك شايف العمال. ايوه لا شغل كده كده مظبوط. ايه بقى حكايه مريم دي؟ لا اصل هي عايزه المذاكره. هو مش وقته، بس برضو ما تنساش تنسخ لها الحاجات اللي طلبتها منها. عايزك تجمع لي العمال وتجيبهم لي هناك. اوكي حاضر يا محمود بيه. خلي بالك اكرم بيه، حسين جاي يشكرك عشان اللي عملته معاه. لو عشان خاطره ما كنتش عملت حاجه. خلاص بقى يا باشا، عفى الله عما سلف يعني. وبعدين دي غلطه ومش هتتكرر. اوعدك ان انا مش هتحرك او اعمل اي حاجه لما استاذنك ان شاء الله، حتى اكون رايح اتغدى. خلاص يا اكرم بيه، حسين عرف غلطته ومش طالب غير رضا سعادتك. وحياه النبي اللي هتزوره قريب، لا انت مسامحني. عشان خاطري، عشان خاطري يا اكرم بيه. غلطه كمان؟ ما تكملش يا باشا، اي حاجه هتعوزها هتمشي. ها خلاص خلاص. مادام اتصفيته بقى، حسين كان ليه طلب صغير عن سعادتك كده على طول كده. خير؟ هو بصراحة عايز يرشح نفسه في مجلس الشعب في الدورة الجاية، وعايز مباركة سعادتك. سياسة مرة واحدة؟ يا باشا يعني هو شوية سياسة على شوية بيزنس والبركة بقى في سعادتك. طيب سيبني العبها لك كويس. ربنا يخليك ليا وما يحرمني منك يا رب. الو. ايوه يا فندم، حالا جاي لحضرتك. خليكوا قاعدين، هوصل للشعراوي دي وارجع لكم على طول. مبسوط يا عم؟ ما انت اخويا وحبيبي. اخوك وحبيبك ببلاش كده؟ لا طبعا، ما هو مفيش حاجه في الزمان ده ببلاش. اتفضل يا باشا. شيك لسعادتك. وده شيك عشان الباشا. طب وعاوزني اعمل لك ايه؟ يا اكرم بيه، المصنع ده لو اشتغل يبقى كل اللي عملته طلع على فشوش. مش الارض دي هي برضه اللي اتضحك عليك فيها، واسكندريه كلها بتتكلم عنها لغايه دلوقتي. يا باشا انا ان كان عليا انا استعوضت ربنا في الفلوس اللي دفعتها، دور الباقي بقى على سعادتك. ما دام ليك عنده طار ما تسيبوش. وبعدين لو المصنع ده اشتغل الراجل ده هيعلى فوق فوق قوي يا باشا. الارض دي فين بالظبط؟ ما بين طريق الحريه واول الطريق الزراعي. وقبل ما تتبني كانت ارض ايه؟ ايوه كانت ارض زراعيه. ارض زراعيه بقى. امرك يا اكرم بيه. تجيب لي اصل وفصل الارض دي وتتصل برئيس الحي هناك. حضرتك ناوي على ايه؟ نفذ الاول وبعدين اسال. ايه يا ابني المسؤول على المكان ده؟ انا. ومين صاحب المكان ده؟ سعادته موجود في مكتبه دلوقتي وانا بداله هنا. طب خلي العمال دي تبطل شغل. ليه يعني؟ عشان ده امر المحكمه المسجل بوقف البنى لحين الفصل في القضيه المرفوعه من مجلس المدينه. ده تسلمه لصاحب المصنع. امضي بالاستلام، مضيه. خد بالك المره الجايه هتيجي قوه تمنع البنى بالاجبار. ماشي، فاهم الكلام ده لصاحب المصنع. بتقول ايه؟ يا محمود بيه الورقة مع سيادتك. خير يا محمود؟ في ايه؟ أكيد في سوء تفاهم. ما تفهمنا ايه الموضوع؟ مجلس الحي اللي تبعه المصنع رفع علينا قضية مستعجلة بوقف البنى على الأرض. أنهي أرض؟ أرض المصنع. ليه؟ بيقولوا يا سيدي إنها أرض زراعية وطلع عليها قرار من الأول بعدم البنى فوقها. أمال التصاريح اللي إحنا خدناها دي، خدناها من مين؟ أكيد
اكيد في حاجه غلط ولا في لعب تاني. مش للدرجه دي. الله اللي يعمل حركه الاداب واللحمه يعمل اي حاجه في الدنيا. يا محمود بيه ده امر محكمه، محدش يقدر يوقفه. ان شاء الله اكبر راس في الدوله، لاننا بنحترم القضاء والعموم تقدر تستأنف. يا سيادة المحافظ، أنا عارف إنه قرار محكمة، بس على أي أساس في الأول ادوني تصريح البنا؟ يمكن غلطة موظف ما رجعش لأصل حجة الأرض. على العموم هي مسألة وقت. إن شاء الله بعد حكم المحكمة، ولو كان حتى ضدك، تقدر تدفع غرامة تستأنف الشغل. ما هي المشكلة في الوقت سيادة المحافظ؟ المكان موجود، أنا بسابق الزمن. أنا مش عارف أقول لك إيه، لكن الخدمة الوحيدة اللي أقدر أقدمها لك إني هاخد قرار بتجميد قرار إزالة المباني اللي اتبنت فعلا لحين الفصل في القضية. سرعة الفصل في القضية ده موضوع مش بإيدينا يا محمود بيه، وأنت عارف إجراءات التقاضي في مصر بتاخد وقتها، وبعدين القضية مرفوعة عليك من الدولة، يعني هتخش لجنة خبراء وورق يروح وورق يجي. يعني إيه؟ يعني يتخرب بيتي وأنا قاعد ساكت كده؟ شوف أنا هعمل أقصى ما في وسعي، لكن أنا برضو مش عايز أخدعك وأوعدك بمعاد محدد. يا بتر أنا البنك هيبتدي يعد عليا بعد 3 شهور من دلوقتي. البنك هيتبلغ بالقضية، ده إذا ما كانش يتبلغ فعلا، وساعتها هيطالبك بالسداد الفوري. فأنا عايزك بعلاقاتك تكلم الناس في ألمانيا إن هم يأجلوا فلوسهم شوية لحد ما نلاقي حل. مليون ومية. مليون ومتين. ايه يا جماعة لسه بدري قوي، دي تحفة معمارية غير الكنوز اللي فيها. مليون وربعمية. الهانم هنا قالت مليون وربعمية، مين قال اكتر؟ مليون وخمسمية. مليون وتمنمية. علي بيشبوكش قال مليون وتمنمية، مين قال اكتر؟ 2 مليون و100. المعلم علي مليون ومية، مين قال اكتر؟ 2 مليون و300. 2 مليون و300، مين حيلوي؟ سيد بيه زيادة 2 مليون و500، مين حيزود؟ 2 مليون و600 و800. 3 مليون ونص. أكرم بيه زوني 3 مليون ونص، مين حيزود؟ يلا يلا 3 مليون ونص. أكرم بيه زوني على أونو على دوي على كريم. مبروك يا أكرم بيه.